في أحد الأيام بإسبانيا اقترب مني صحراوي مغربي وسألني: ماذا تعرفين عن موضوع الصحراء؟ أجبت أنني أعرف ما يعرفه الجميع، فدعاني لكي أقطع طريق الأصابع الأربعة. الأصابع الأربعة قلت له متسائلة، فحكى لي أن أربعة أصابع هي التي تفصل بين الحقيقة والكذب: حاسة السمع التي ترمز للكذب، وحاسة البصر التي ترمز للحقيقة. لذا قررت أن أقوم بهذه الرحلة التي قادتني إلى مخيمات تندوف. أريد لقاء هؤلاء اللاجئين بدون أرض والذين يعيشون في حالة عوز شديد، والذهاب إلى جانب المغرب حيث يقال إنه يوجد قمع وحظر للتجوال وحكم عسكري. ما عشته وما شاهدته يبدأ الآن. وصلت إلى تندوف وسننتقل عبر سيارات محمية، وأنا الآن برفقة عائلة صحراوية تبنتني، وسنسير تحت حماية جبهة البوليساريو حتى منطقة، عفوا، ما اسمها؟ منطقة الحجونية. الحجونية هي مخيم العيون. مخيم العيون، الحي الثالث. نعم، الحي الثالث. والآن سنمتطي السيارات حتى يقوموا بحمايتنا لكي نصل للمكان الذي نقصده. وصلت إلى تندوف ليلاً انطلاقاً من مطار عسكري. استقبلتني عائلة صحراوية وسائق يدعى دخيل، وهو الذي ظل يلازمني كظلي طيلة الوقت. استرعى انتباهي سياج بآلات حادة. تمت حراستنا من طرف رجال الدرك الجزائريين حتى وصلنا إلى نقطة عسكرية للجيش الجزائري، حيث تكلفت جبهة البوليساريو بحمايتنا. أحاول التصوير خفية حتى لا ألتقط لوحة ترقيم السيارة، وطلب مني الحذر حتى لا ينتبه الجزائريون للأمر، وفي اللحظة المناسبة تركت التصوير. عملية حراسة سواء من طرف الجيش الجزائري أو عناصر البوليساريو ولدت في نفسي شعوراً بالخوف. هذا ما يوجد في الخيمة، وكل شيء يتم بطريقة تشاركية بما في ذلك النوم، فكلنا ننام إلى جانب بعضنا البعض. هذا هو فراشي. هنا لدينا المائدة التي نجد فوقها قنينة ماء وعلبة عصير، لكنني لا أشعر بالجوع وأفضل الخلود للراحة لأن ساعة السفر كانت طويلة. طيب، تصبحون على خير. من بين الأشياء التي طلبتها قبل سفري من إسبانيا هو ترتيب لقاءات مع قياديين في جبهة البوليساريو، وإلى حدود الساعة لم أتلقى جواباً. خلال اليوم الأول من مقامي بمخيمات تندوف اقتادوني إلى أحد البيوت وقيل لي إنها البلدية، وقدموا لي شخصاً باعتباره العمدة ولم يسمحوا لي بالتصوير بالكاميرا. التقطت فقط بعض الصور، وكانت هذه واحدة من مطالبهم التي بدت لي منطقية في البداية، فقد طلب العمدة طلاءً للجدران التي تهدمت بسبب الأمطار. لكن هناك طلب صدمني، هو أنه طلب مني مكبرين للصوت وشاشة كبيرة حتى يتمكن المرء من مشاهدة الاحتفالات التي تنظم داخل البلدية. ماذا أقول؟ إذا كانوا أصلاً في الشارع فلماذا سيحتاجونها لذلك؟ نعود إلى مخيمات اللاجئين بتندوف. غادرت إسبانيا ولدي فكرة واضحة عمن أريد لقاءه ومحاورته، لكنني لم أستطع تنفيذ ما خططت له. أردت مشاهدة الكثبان الرملية، وتم حملي إلى منطقة قرب المخيمات لرؤيتها. وعندما بدأت بالتجول وقفت على وجود أعمدة كهربائية، ولم أفهم لماذا لا توجد كهرباء بالمخيم على بعد كيلومترين فقط من المنطقة التي تمر بها الأعمدة الكهربائية. ثم طلب مني عدم تجاوز ربوة صغيرة لأن خلفها يقبع الجزائريون. حينها تملكني إحساس بأنني محاصرة. ¡Vamos a ver!
أوجد في منطقة أخرى من المخيمات تندوف وتدعى مخيم أمغالا، حيث سيجري هنا حفل زفاف يستمر ليومين. وقال لي أحدهم إن هذه البناية هي التي جئت إليها في الليلة الأولى لوصولي من أجل تقديم جواز سفري وفق البروتوكول المعمول به لإطلاعهم على جواز السفر. برفقة السائق الدخيل دائما صادفنا أشغالا لبناء الطريق، ولفت انتباهي كثيرا أن العمال كلهم جزائريون وليس من بينهم أي صحراوي. العمل تحت الشمس يبدو قاسيا. هؤلاء هم عمال جزائريون. سأستدير للجهة الأخرى حتى تفهموا ما أريدكم مشاهدته عبر الكاميرا. عند تجاوزي للربوة لاحظت وجود أعمدة كهربائية، وصدمني عدم وجود كهرباء في الحي الذي أقيم فيه والذي لا يبعد كثيراً، وطلب مني مرافقي عدم تجاوز الربوة لأن خلفها يوجد الجزائريون. خليل عباد هو المدير العام لمستشفى العيون في مخيمات تندوف، استقبلني وهو مستلقي على الأرض لأنه يشعر بالتعب وفق ما قال لي. كانت زيارتي له يوم سبت على الساعة 10:30 صباحاً، وبعدها أدركت أن لا شيء تم بالصدفة. وهناك التقيت باثنين من المتطوعين الإسبان، أب وابنه، وهما معاً يمارسان الطب. تحدثت أيضاً مع متطوعة إسبانية تقول إنها تعمل بشكل حر. الكل يشتكي من نفس الوضعية وهي غياب الأدوية. ولغرابة الصدفة، كما قال لي أحد اللاجئين، فواحدة من الصيدليات التي تقوم ببيع هذه الأدوية تعود ملكيتها لخليل عباد نفسه. ما سترونه لاحقاً تعوزني الكلمات لوصفه. بدأت زيارتي للمستشفى برفقة شخص يرتدي بذلة بيضاء. وجدت نساء يحملن أطفالهن للعلاج نظرا لوجود طبيب أطفال في زيارة للمستشفى. صادفت أبا وابنه، هما طبيبان إسبانيان. في تلك اللحظة اكتشفت فيها أن زيارتي للمستشفى مثمرة بعدما صادفت وجودهما. تكلمت مع خوان سيربيرا، هو طبيب عام وابن لطبيب الأطفال الذي يزور المستشفى. فيما يخص الجانب الطبي، هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها. لا يجب أن ننسى كون هذا مخيم للاجئين، وهناك 5 مخيمات، وفي إحداها يوجد المستشفى العام الذي يتوفر على تجهيزات أكثر وأطباء ممرضين بتكوين أفضل. تم تكوينهم في الجزائر أو كوبا، لكن في هذا المستشفى في العمود الفقري هم المتطوعون، سواء كانوا أطباء متخصصين أو ممارسين للطب العام وطب المستعجلات. يأتون من جميع الجهات الإسبانية وأيضا من بلدان أخرى، ثم نجد العناصر المحلية التي يتفاوت تكوينها، فبعضهم ممرضون وآخرون مساعدون أو يتوفرون على تجربة دون تكوين. أما وسائل الاشتغال فهي إما هزيلة أو منعدمة. دولسي روتا إتشي سوبياغا متطوعة حرة تتنقل منذ 12 عاماً إلى مخيمات تندوف.
بكل تأكيد هناك نقص كبير، مشاكل صحية بالجملة، هناك الكثير من وفيات الأطفال رغم أنهم ينفون ذلك. فعندما أزور بعض العائلات أجد عندهم رضعا، وبعد عودتي بأشهر لا أجدهم. يعني هناك مستوى مرتفع لوفيات الأطفال بمخيمات تندوف. أنا أتحدث عما أشاهده في المحيط الذي أتحرك فيه، فشخصيا وقفت على عدة حالات لوفيات الأطفال، على الأقل 4 أو 5 حالات. آخر حالة شاهدتها لرضيع عمره 1.5 سنة بسبب زكام لم يعالج بالشكل المطلوب بحكم غياب الأدوية، وهو ما تحول إلى مشكلة في التنفس واضطرابات في القلب لأن هناك ضعفا في المناعة بطبيعة الحال. الوضعية التي يوجد عليها المستشفى مؤسفة ويغيب عنه المرضى. مثلا من الأمراض المزمنة هناك مرض تخثر الدم الذي يحتاج لعلاج متواصل، وفي حالة غياب الأدوية الخاصة سيكون المريض عرضة لتدهور حالته وللموت. سيدتان وطفلان هما المرضى الوحيدون الذين عثرت عليهم في كل هذا المستشفى. في السنة الماضية واجهتنا مشكلة حقن طفلة بدواء بوسكابينا لتهدئة آلام الكلي، إلا أننا لم نجد حقنة لحقنها بحكم توفرنا على حقن بسعة 20 مللتر، وهي لا تصلح للحقن العضلي، وبالتالي فالخصاص هائل. يصعب علينا تتبع الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعة طبية بنفس الأدوية ومراقبة الحالة خلال مدة معينة وملائمة الأدوية بحسب تطور المرض. لكن هنا إذا كنت تستعمل دواء معينا فبعد شهرين عليك أن تعطي المريض دواء آخر، لأنه ليس لديك حل آخر. واحد من الأمراض التي تحتاج مواكبة دائمة والتي نجدها في المخيمات هو مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، الناتجة عن أسلوب العيش بسبب ظروف الحياة في المخيمات ونقص الأدوية. فنحن عندما نأتي إلى هنا نصطحب معنا أزيد من 1000 كيلوغرام من الأدوية، لكن تدوير الدواء هنا معقد، وعندما نعود بعد 5 أو 8 أشهر نجد أن هذه الأدوية قد اختفت. قلتم بأنكم تجلبون أزيد من 1000 كيلوغرام من الأدوية للمخيمات، فهل يتم توزيعها على المخيمات الخمس؟ لا، هذه الأدوية فقط لمخيم العيون. قلت 1000 أو 1200 كيلوغرام فقط لمخيم العيون، وتضم معدات للاستعمال الطبي ومحاليل وأيضا ضمادات ومضادات حيوية. فيما يخص مسألة الأدوية فهناك العديد من المشاريع على المستوى الدولي، لكنني أجهل كيف يتم نقل هذه الأدوية للمستشفى والمراكز الصحية. لا فكرة لدي بشأن توزيعها. في بهو داخل المستشفى اقترب مني شخص ببذلة بيضاء بدأ يتكلم معي بالإسبانية بلكنة بدت لي مألوفة وغريبة في نفس الوقت. إنه يتكلم بلكنة كوبية بحكم أنه درس في كوبا. إنه طبيب بيطري، وفاجأني وجود طبيب بيطري في مستشفى مخصص للساكنة. قررت أن أحاوره وشرع يتحدث معي عن إحصائيات عن عمليات مراقبة القطعان الموجهة للاستهلاك، مشيراً إلى دفتر يسجل فيه كل شيء. وأثار انتباهي أن آخر شيء سجله يعود إلى شهر مايو الماضي، ونحن في شهر نوفمبر. بعدما انتهت زيارتي التي وقفت خلالها على حالة الفوضى التي يعيشها المستشفى، تم اصطحابي مرة أخرى إلى مكتب مدير المستشفى.
وكان همهم الوحيد هو التأكد من رأيي بشأن إذا ما أن المكان ملائماً ليكون مكتباً لمدير المستشفى. صادفت إقامتي بالمخيمات احتجاز سيارات عدة تحمل مساعدات عبارة عن مواد طبية وأدوات مدرسية وأغذية، واستمر الاحتجاز 4 أيام في ميناء وهران. توجهت إلى إحدى الإدارات التابعة لجبهة البوليساريو للسؤال، لكنهم أخبروني أن لا علاقة لهم بالأمر، وطلبوا مني التوجه للهلال الأحمر، وهناك لم أعثر سوى على عاملين يتناولون أطعمة ومشروبات ويشاهدون التلفاز. نحن نتحدث عن ساكنة معزولة منذ سنوات طويلة، والجزائر هي الداعم للصحراويين، وإذا نقبنا في عمق هذا الدعم ماذا نجد؟ مجرد صحراء قاحلة لا تنفع الجزائر في شيء، ولا شيء آخر تقوم به الجزائر. وإذا تحدثنا عن تسهيل دخول البضائع للمخيمات، فالصحراويون هم من يدفعون ثمنها بشكل أو بآخر، مثل المساعدات التي نحملها لهم والعطل الصيفية لفائدة الأطفال، وهو ما له جوانب سلبية وإيجابية طبعا. وهذه كلها أموال تذهب إلى الجزائر، وأيضا رسوم التأشيرات، فجميع منظمات المجتمع المدني عليها الحصول على ترخيص من الجزائر، والجزائر في نهاية المطاف هي فلتر لكل شيء، هي تملك هذه السلطة. وأخيراً استطعت محاورة أحد اللاجئين داخل مخيمات تندوف، اسمه محفوظ، سيروي لي حقيقة صادمة وقاسية ولا يعرفها إلا قلة من الناس. عالم مليء بالظلم بالنسبة للكثيرين، وهو الواقع الذي أعاد رسمه قاد سابق بمخيمات تندوف. محفوظ تعرض للاحتجاز من طرف 3 أشخاص، إنه واقع مرعب. Totalmente aterradora. هذا مخيم بكرع. نعم، هذه دائرة بكرع. فقد شرحوا لي أن هذه دائرة تدعى بكرع في ولاية العيون. في ولاية العيون. وهذا الحي هو الرابع، وأنا قبل ذلك كنت في الحي الثالث. أنت كنت بمنطقة الحجونية في الحي الثالث، الآن أنت في دائرة بكرع بالحي الرابع. هذا مختلف عن تصورنا نحن بإسبانيا حول وجود 4 مخيمات. الأمر مختلف. ألتقي محفوظ ونشرب الشاي، فشرب الشاي تقليد عريق هنا، وهو القاعدة التي يدور حولها كل حوار. Porque además es un poco la base, ¿no? de las charlas y de عندما بدأت هذا العمل أردت أن يكون فيلما وثائقيا نزيها، وأن أقدم لكم الحقائق كما هي وكل ما يحصل في الصحراء، وسنكتشف أشياء أخرى، تجارب عشتها شخصيا على الأرض. محفوظ هو صحراوي. مئة بالمئة. مئة بالمئة كما يقوله. طيب، احكي لنا قليلاً عن وضعك كصحراوي بالمخيمات، ما الذي تريده؟ كنا نتحدث خارج التسجيل وقلت لي إنك تشعر بنفسك ضحية للنزاع حول الصحراء. نعم، احكي لنا. هذا هو، أنا صحراوي لكني 100% ضحية لنزاع الصحراء. هل تشعر أن حكومة البوليساريو اليوم هي حكومة عنصرية؟ لا يمكن نعتها بالعنصرية، لكنني عندما أنظر إلى وضعي أرى بأنه لا وجود لهذه الحكومة. لأنها لا تهتم بوضعك. هم لا ينظرون إلي. لا ينظرون إليك كصحراوي عندما تتحدث عن الوضع؟ عندما يتحدث أي شخص عن حقوقه لا يعجبهم الأمر، لا يعجبهم أن يقول أي شخص الحقيقة. لا يعجبهم أن يقول أي شخص الحقيقة.
قبل التسجيل كنت تبكي وحكيت لي عن وضعك. هل تشعر أنك محتجز هنا بدون حرية؟ بعد ذلك سيحكي لنا وهو لديه كل هذه الأمور مكتوبة ولا يخفيها، وكتب على الجدران عبارة أخرجي يا جبهة البوليساريو. يبدو متأثرا لأنه كان يبكي قبل التسجيل. حكيت لي أن عمتك توفيت. توفي أبي وكذلك أختي الكبرى العام الماضي، وذهبنا إلى وزارة الصحة العام الماضي. أختي التي كانت مريضة وتدعى تغباجة، وقال للمسؤول عليك أن تصمت وتعود إلى بيتك. لأنه ليس لدينا أي حق. هذا ليس مسؤول عن وزارة الصحة، إنهم بالنسبة لي أناس تركونا لمصيرنا، إنهم ليسوا حكومة. عموما كل حكومة مهما كانت عليها أن تلبي حاجية ساكنتها. إنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم وعائلتهم، لا يهتمون إلا بي ولا بأمي أو عائلتي. قاد سابق يحكي لنا عن طريقة العمل داخل دواليب العدالة بمخيمة تندوف. حميين أحمد من قبيلة السماسي، الأخوال جنحر قيبات، عايد إلى أرض الوطن 2015. كنت في بوليزاريو خلال 40 عام أو أكثر، لأني درست فم القانون، خريج جامعة قانون، متحصل على إجازة في القضاء. دخلت ميدان القضاء في بوليزاريو أكثر من 20 سنة، من 1995. كنت رئيس محاكم متعددة في بوليزاريو، من محكمة أول درجة إلى محكمة عليا إلى محكمة أمن الدولة اللي يسموها بوليزاريو. خلال هذه 20 سنة شكلت قناعتي على الشيء الموجود في بوليزاريو، على أنه قيادة بوليزاريو إرادتها مختلفة نهائياً ومتناقضة نهائياً مع وضعيتك الساكنة المقلوب على أمرها، المسجونة المقلوب على أمرها، في وضعية مزرية، في مجاعة، في قمع، في قهر، في أحزمة رملية محيطة بها. وبالتالي هذه القيادة متناقضة مع الشيء اللي مفروض تأديه لهذه الساكنة، لأنه قيادة مارست سرقات المواد الإنسانية اللي تندعم بها، مارست سرقات العتاد الطبي اللي يندعموا بها الساكنة، مارست سرقات الحاصل النقدي والنقد كله والمشاريع النقدية تاع المنظمات الإنسانية اللي تدعم بها هذه الساكنة. قيادة إن كانت تتسوق لهذه الساكنة على أنها دائما تبحث عن استقلال الصحراويين وعلى أنها باقية لهم دولة مستقلة، أنا أشوف على أنها قيادة حصلت على استقلالها في الوقت الحالي، لأنها قيادة ذرية، قيادة تملك أموال، تملك سكنات، تملك مشاريع في أوروبا، تملك جنسيات أوروبية. بالتالي قاع هي لو خرصوا حقيقة هل هي قاع قيادة صحراوية ولا ما هي قيادة صحراوية، بحكم تجنسها وبحكم أوراقها وبحكم سكنها في أوروبا وسكن عائلاتها وسكن أولادها. هناك أناس كثيرون لا يستطيعون الكلام. ماذا يحصل لو أن أحدهم فتح فمه وتكلم؟ سنذهب إلى السجن مثلي أنا. يمكن أن يزج بي في السجن غدا أو بعد غدا والعام المقبل. يعني أنك غمرت بنفسك عندما شرعت في الحكي لي كل هذه الأشياء بعد مشاهدتهم لهذا الفيلم؟ نعم، يمكنهم المجيء إلى بيتي واعتقالي أو ضربك أو وضعك في السجن أو قتلي. يعني أنك تعرض حياتك للخطر بالقول إن ما يحصل في المخيمات ليس هو ما يتم الترويج له. لا، نحن نتحدث عن شخص يعرض نفسه للخطر وهو معرض لفقدان أعز ما يملك وهي حياته بقوله إن الواقع ليس هو ما يروج له.
خلال العدالة هذه كاملة ما قد تقدم لي سارق للمنظم دعم المنظمات، ما هو وزير، ما هو مسؤول، ما هو والي، ما هو إطار من قيادة بوليزاريو، وكان هذه القيادة ملائكية ما تصرع، وهي على النقيض من هذا، لأن المتتبع يشوف شاحنات مليئة بهذاك مواد الدعم الإنسانية في الأسواق تباع، يشوف السرقات على أشكالها، يشوف حال هذه الساكنة، يعرف على أنها قيادة تبتز هذاك المجتمع. ما دام هذه القيادة مشات لهذا المنهج ومشات القمع هذه الساكنة من خلال أنها تقدمهم للمحاكم، بقاتلنا يسجنوهم بدون أدلة، بدون براهين، بدون إثبات، وتمارس حتى تعليمات من الجزائر، لأنه في تعليمات جزائرية بسجن أشخاص على أنه أشخاص مطلوبين عند الجزائر، وكأنه القيادة تخدم عند الجزائر باش هذه الساكنة اللي منها متناقض مع الأفكار الجزائرية مع الطرح الجزائري يدخلوه السجون. أنت إنسان شجاع. أنا؟ أنت، لأنه بالنظر إلى ما تحكيه والخطر الذي يمكن أن تواجهه قبلت الحديث أمام الكاميرا. أنت تمتاز بشجاعة نادرة وتعرض حتى عائلتك للخطر. أمه موجودة هنا، لكننا لن نقوم بتصويرها وهي في واقع الأمر لا تفهم ما يدور بيننا، وهو يفعل ذلك من أجل صحراويين آخرين لا يستطيعون الكلام. هل يتم إظهار أن كل شيء على ما يرام عندما يأتي الصحفيون إلى المخيمات؟ هنا في الشارع كل شيء على ما يرام. أنا أسأل الناس في الشارع والجميع يقول لي إن كل شيء على ما يرام. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مدينة تندوف، فالأمور بالنسبة لهم لا يمكن إلا أن تكون على ما يرام. لكن بالنسبة لأشخاص مثلي ومثل الكثير من الصحراويين فنحن نعاني. هذه تندوف أيضا. هنا بمخيمة تندوف طبعا. هذه الأسباب وغيرها تجعلني أنا وغيري من الشباب على أنهم يفكروا. هذا أكثر من 40 سنة اللي قضينا، هل لعبنا فيها دور؟ هل ما لعبنا دور؟ هذه الساكنة فدنا، هذه الساكنة رفعنا عنها الظلم، رفعنا عنها الحيف. استنتجت خلاصة، وأكيد على الخلاصة اللي عندي عند غيري، وإن كان مازال ما فتأتى لهم باش يعودوا الأرض الوطن، على أنه فم مستحيل الإنسان يسهم في مساعدة هذه الساكنة. الإنسان الفم هو لا يبقى عبء لهذه الساكنة، يبتزها مشاريع المجتمع الأوروبي يتوسل بها، وبالتالي هو نوع من السمسرة ونوع من اللا عدالة. هذا أدى على أن نعود إلى أرض الوطن، لأنه شفت على أنه الحلول اليوم هي الحلول الواقعية، الحلول الممكنة، الحلول اللي ممكن إنسان يعيش تحت ظلها. Una de las cosas que le han recomendado que hiciera cuando ha sabido que yo venía a verle. من بين الأمور التي طلبت منك عندما علموا بموعد معك هو ضرورة إخفائك لكل المساعدات التي تتوفر عليها ببيتك قبل لقائي. نعم صحيح. ما هي المشكلة؟ لماذا لا يمكن لأي صحفي أن يرى المساعدات التي توجد بالمخيمات حتى يظهر أنكم لا تتوفرون عليها؟ المساعدات التي تبعثون بها من إسبانيا يقومون ببيعها في الرابوني ولا تصل إلى منازلنا. يتاجرون بالمساعدات التي نقوم بإرسالها؟ نعم، كل شيء هو تجارة بالنسبة إليهم. كما يقول المثل، أعطيني 1000 قطعة حلوى وأعطيك واحدة. هذه هي حكومتي. كل واحد منهم يبحث عن تحقيق مصالحه. تعني بهذا القول أنه عندما أقوم مثلا ببعث إرسالية لقد وصلت خديجة. تصبح الخير اسمي إرمان. يا الخير. هذه أختي. يا الخير. هل يمكن أن نواصل الحديث؟ مري من الجانب الآخر. هذا حوار أجريه على الطبيعة، وسأرى إن كانت الكاميرا ما زالت تسجل.
هل يمكن أن نواصل الحديث؟ حني يدي شوي نفهم هذه المرأة نتكلم معها هون نتكلم. قلت لك سابقا إذا قمت أنا ببعث إرسالية للمخيمات لك مثلا. هل الأطفال؟ تخيل لو أنني قررت انطلاقا من إسبانيا إرسال مساعدة لك. هناك نقل. نقل للمساعدات الإنسانية. لكني أريد أن أبعث لك إرسالية خاصة بك. ألن تصل إليك؟ إذا كانت ضمن القافلة التضامنية الموجهة للبوليسارة فهي لن تصل. إليك لن تصل. لن تعلم بذلك أبداً. إذا كانت ستكون ضمن هذه القافلة فهي لن تصل أبداً. لكن إذا كنت سترسلينها عبر الحافلة القادمة من إشبيلية فأكيد أنها ستصل. لأنك أنت من يدفع مصاريف الإرسالية. يعني أن على الإرسالية أن تكون باسمك حتى تصل، لكن لو أرسلت عبر القوافل التضامنية لا تصل لأنها تباع بعد ذلك. لا تصل. يبيعون المساعدات في منطقة بشار أو وهران. السائقون يبيعونها على قارعة الطريق أو يقومون ببيعها في الرابوني. يذهبون إلى موريتانيا أو تندوف لبيعها. لم نحصل يوما على مساعدة من الأرز علب التون من إسبانيا. أقسم لك بحياة أمي. هم يقولون بأن القافلة التضامنية وصلت، لكن لا أحد يتوصل بأي شيء. أقسم لك. نحن هنا في التندوف وهذه هي الجزائر. لست جزائريا. أنت صحراوي؟ كلكم هنا في المخيمات صحراويون. لسنا كلنا صحراويون، هناك طبقات. هناك من يعيشون في مدينة التندوف، يأتون صباحا إلى المخيمات. وفي الخامسة مساء يرحلون إلى مدينة تندوف للنوم. في تندوف؟ لأن الأمن لا يوجد بالمخيمات. يمكنهم أن يأتوا في الليل ويضربونك. يضربونك؟ ممكن. هل تتعرض النساء للضرب أيضا؟ لا، لا يضربون النساء. لأنهن يصمتن، أليس كذلك؟ طبعا. هل أختك تتحدث الإسبانية؟ لا. ما سترونه لاحقا تجاوز حدود فهمك إنسان. لقد قرر محفوظ لأول مرة أن يحكي عن التجربة المخيفة التي عاشها. طلبت مني التوقف عن التسجيل لأنك يا محفوظ قررت أن تحكي شيئا يبدو قاسيا ويصعب الخوض فيه. قلت لي إنك قصدت إحدى الإدارات في المخيمات ونتيجة لاحتجاجك تعرضت للعقاب. احكي لنا، ما الذي حصل معك؟ ذهبت إلى إحدى الإدارات بالمخيمات من أجل قضاء بعض الأغراض ولطلب المساعدة. تعرضك للاغتصاب؟ بدأ كل واحد منهم يرسلني إلى شخص آخر دون حل. إنه عار، هذه ليست حكومة. وفي النهاية بقينا حتى الثامنة مساء. جاءت سيارة واصطحبوني وذهبنا إلى مكان لا أعرفه بالضبط خلف منطقة الرابوني. وقاموا باغتصابك؟ نعم، تعرضت لأشياء قاسية لا يمكن الخوض فيها وتوجهت لمركز الشرطة التابع لجبهة البوليساريو، لكن كل جهة كانت ترسل للأخرى بدون حل. في النهاية قررت الصمت خائفا، هنا يتملكني الخوف. طيب، شهادة مؤثرة لأنه عقاب من أجل الاحتجاج والتعبير عن معارضة حكومة البوليساريو. del Frente Polisario.
تعيش النساء في مخيمات تندوف حياة مقيدة، حياة طيعة وخانعة. ربما كان هذا اختيارهن، أو ربما تم اختياره لهن من طرف الذكور. عندما تمت دعوتي لحضور حفل زفاف بالمخيمات، انتبهت إلى أن هذه ربما تكون أفضل مناسبة للحديث مع النساء، لكن مع ذلك فهن يفضلن الصمت في كل المناسبات، فقط خارج سياج المخيمات يجرؤن على الكلام. أعود مرة أخرى للتسجيل بهذه الطريقة، واخترت بعناية هذا الجدار حتى لا يعرف مكاني بالضبط. حاولت الكلام مع أناس عن الواقع الذي يعيشونه، يريدون الكلام لكن بعيدا عن عدسة الكاميرا، بل حتى أنهم يرفضون أن تسجل أصواتهم، يشعرون بالخوف لأنهم إذا تحدثوا عن الظروف التي يعيشونها سيتم حرمانهم من المساعدات وسيدفعون ثمناً جراء ذلك، وهذا العقاب لن يكون من طرف أوروبا أو الجزائر، بل من طرف جبهة البوليساريو. مباشرة بعد عودتي من فيتوريا التقيت بسيدة حصلت على رقم هاتفها من طرف عائلة صحراوية بالمخيمات. أبدت المرأة استعدادها للحديث وأجرينا المقابلة داخل أحد الفنادق. فاطمة اسم مستعار تروي عما يحدث في مخيمات تندوف. الناس جميعهم يشعرون بالخوف من الشرطة والسياسيين المنتمين لحكومة البوليساريو. الحقيقة أنه عندما يحتج أحدهم مثل ما حصل مع عائلتي يزجون بهم في السجن. دائما نسمع في الرأي العام والناس تتكلم في الرأي العام عنهم عن القيادة خاينة. حكومة البوليساريو لها عدة أوجه، حقيقة بالنسبة لي لها عدة أوجه. ما هي الحقيقة؟ ما الذي يقع داخل مخيمات تندوف؟ من يحكم داخل المخيمات؟ الجزائريون أم جبهة البوليساريو أم هما معاً؟ لماذا يتم وضع الحواجز للدخول والخروج من المنطقة؟ لماذا لم يتم بناء أي شيء طيلة 43 سنة رغم هذا الكم الهائل من المساعدات؟ لماذا يوجد أغنياء وفقراء في منطقة تعيش على المساعدات؟ نساء قيادي الجبهة يتلقون العلاج داخل المستشفيات الأوروبية، مستشفيات في الجزائر لقيادي الجبهة وأخرى للساكنة. هل هذه تجارة مبنية على المساعدات والنوايا الحسنة لبعض الناس؟ هل تاجر المنتظم الدولي بمصير هذه الساكنة مقابل رائحة وطعم البترول؟ لماذا ليست هناك مراقبة لمصير المساعدات؟ لماذا تصل هذه المساعدات وقد تعرضت للنهب؟ صيدليات داخل المخيمات تبيع الأدوية لساكنة تعيش على مساعدات تتضمن الأدوية. بعد زيارتي لمخيمات اللاجئين بتندوف ومدينة العيون في الجهة المغربية، أدركت أن العار يوجد في جهة واحدة ولم أعثر عليه في الجهة المغربية، حيث تعرفت على صحراويين وقابلت عائدين من تندوف. استطعت الحديث معهم بكل حرية وتجولت بكل حرية في الشوارع. لم أشعر بالقمع في أي لحظة من اللحظات، ولم أرى عناصر للجيش في أي مكان. وحيث كان من المفروض أن أشعر بالحرية أي داخل مخيمات تندوف، كان هو أكثر مكان شعرت فيه بالخوف وتملكني إحساس بأنني تحت المراقبة.
ساكنة مخيمات تندوف هم لاجئون بأقدام حافية يمشون فوق أسلاك شائكة بينما يراكم قياديو الجبهة الثروات. أنا قمت بقطع مسافة الأصابع الأربعة التي تفصل بين الكذب والحقيقة، وهذا ما حضرته من أحداث، وهذا ما عشته.